طيب انا لو لقيت شريكي، لو انا اكتشفت في يوم من الايام ان انا عودت شريكي على ان هو يقوم بدور او ينسحب، يعني هنا انا بكلم الست، انه لو انت اكتشفتي ان انت الطرف التاني اتعود منك على ان هو بينسحب وانت بتقومي بكل الادوار، ما ينفعش نقوم من النوم نقول انه لازم الادوار تتظبط، لان احنا حصل ايه؟ تعود. فزي ما احنا خدنا الدور ده بالتدريج محتاجين نخرج منه، لازم نرجعه بالتدريج. فهمتك. انه انا هبدا اساعد الزوجه انه ابداي اتكلمي مع جوزك تدريجيا، هو بيشيلش حاجه من مكانها، فانا مش هينفع اخليه يقوم يشيل حاجات كتير مره واحده. ولكن هقول له بس حرك الكوبايه دي، اديني الكوبايه، هات لنفسك كذا، حاجات صغيره خالص تدريجيا لغايه ما الراجل يتعود ان هو بيشارك في البيت. فهمتك. فهمتك. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتسبب خلافات، ان انا ما ينفعش اغير كل حاجه فجاه في وقت سريع. لا، انا اتعودت ان احنا بقالنا 6 سنين 10 سنين في العلاقة دي، وهو بقاله 10 سنين متعود انه ما يشاركش في البيت. فبالتالي ما ينفعش اقوم من النوم اخد قرار ان انا لازم دلوقتي حالا الوضع يتغير، لازم يحصل تدريج. ايه تاني من المفاتيح اللي حضرتك شفت او اللي توصلت لها انها ممكن تكون بتساعد في حل الخلافات دي، او بتنصح بيها الناس ان هم يتخطوا بها خلافاتهم، تديهم المفاتيح دي عشان طيب يساعدهم؟ اكتر مشكلة بتواجهنا في العلاقات اختلاف المفاهيم. المفاهيم. يعني مفهوم زي الاحترام او الحب، خلينا نتكلم عن الاحترام. مفهوم زي الاحترام مفهوم بسيط جدا، ومن بساطته كل واحد فينا بياخده بناء على تجربته هو. يعني انا تربيت في أسرة، موجود في بيت الاب والام بيحترموا بعض بطريقة معينة. حلو. فانا بقى في مخيلتي ان ده معنى الاحترام، ان ده شكل الاحترام. ده شكل الاحترام. لما انزل في العلاقه الزوجيه انا بقابل شريكه من بيت تاني، من اسره تانيه، بمفاهيم تانيه خالص. فاول حاجه بنخبط فيها مع بعض يعني اكتر اختلاف المفاهيم. انا عندي مفهوم عن حاجه معينه انه تنفيذه بيتم بهذه الطريقه على حسب البيت اللي تربيت فيه والبيت اللي طلعت منه، وحضرتك عندك مفهوم للشيء ده او للمصطلح ده او للتصرف ده على حسب البيت اللي حضرتك طلعت منه. فأول ما ننزل على الأرض كل واحد فينا بيبقى شايف مفهوم زي الاحترام، وده أكبر، لأنه الراجل مفتاح الراجل دايماً في الاحترام. الاحترام والتقدير دي أهم حاجة عند الراجل. جميل. والست أحياناً كتير بتبقى بتعملها، بس بتعملها بالطريقة اللي هي تعرفها. فهي بتحترم الراجل، بتحترمه بطريقتها. مثلاً الطريقة. طب وأنا المفروض أعرف طريقته إزاي؟ إن احنا نتكلم مع بعض. نتكلم مع بعض ونرجع للتواصل بقى. أسأله يعني إيه احترام بالنسبة لك؟ يعني إيه إن أنا أكون بحترمك؟ وخليك فاكر المواقف، ده تمرين عملي بنعمله مع الأزواج، خليك يعني اكتب المواقف اللي أنا ما احترمتكش فيها. واتصرفت فيها ازاي، وكنت تحب ان انا اتصرف فيها ازاي. تعالى قول لي انا دلوقتي، انت الموقف ده انت ما فيش فيه احترام. الموقف ده ما كانش حلو قوي. يبقى اول مفتاح المفاهيم ان احنا لازم نتفق على مفاهيم بصوت عالي. المفتاح الثاني، ان احنا يبقى عندنا مساحه، فكره الكواليتي تايم. حلو. مش مهم يبقى عندنا وقت طبعا. يعني مش مهم نقعد مع بعض. وفي اغلب الازواج دلوقتي احنا ممكن نقعد مع بعض 10 ساعات بس كل واحد فينا قاعد ماسك تليفونه، ده حقيقي. فبالتالي ما بقاش فيه وقت خاص بينا احنا الاثنين. مهم قوي انه يكون في وقت بيحصل فيه نشاط. على حسب انا بحب حاجه وشريكتي بتحب حاجه، في حاجه ثالثه ممكن تجمعنا مع بعض. في مكان، حاجه مشتركه، حاجه ندور مشتركه، ندور على حاجه كومن نقدر نعملها سوا، وتبقى حاجه لازم يبقى الاثنين بيحبوها مع بعض. عشان ما يبقاش حد فيهم جاي على الطرف على نفسه ويحس انه بيعمل الحاجه اللي التاني بيحبها. ايوه. وعارفه شعور ان انا جاي على نفسي عشان ارضيكي. فانا هاجي على نفسي مره واثنين وثلاثه، بس بعد شويه هبقى حاسس ان انا بعمل ايه، فرض عليا، فبالتالي هحاسبك عليه. يعني هبقى مستني مقابل ان انا عملت الحاجه دي وانا بقى معاكي. فدي حاجه هتبقى كبيره جدا. يعني طبعا تواجد النشاط مشترك ده اكيد في حاجه، اكيد في حاجه ما بين كل اتنين متجوزين بيحبوا يعملوها. كل ما كان في نشاط مشترك، انا بالنسبه لي بقول من خبرتي، غير ان هم يبقوا بيتخانقوا يعني. لا لا، نشاط يعني عملي، يعني في حاجه بيحبوا يعملوها مع بعض غير ان هم يكونوا بيتخانقوا. في حاجتين مهمين قوي بيقووا العلاقه الزوجيه. اول حاجه فكره وجود هدف. يعني الاثنين عندهم هدف مشترك، عايزين نغير البيت، عايزين نغير العربيه مثلاً. عايزين نغير، عايزين نجيب حاجه. ففي الاثنين بيفكروا مع بعض في هدف مشترك، في رؤيه بعيده الاثنين عايزين يحققوها، بيخططوا لحاجه، بيفكروا في حاجه سوا، هنسافر فين، هنصيف فين، هنشتري ايه، حاجات زي كده. فدي حاجه تخلي الزوجين مشاكلهم تتاجل.
يعني ما نقفش البعض على الوحده، لان احنا عندنا في هدف اكبر، في حاجه، في تارجت عايزين نوصل له، فبالتالي ده يخلينا نعدي حاجات كتير قوي في النص واحنا ماشيين من غير ما نركز عليها. الحاجه الثانيه الجانب الروحاني، الروحاني كل ما كان في مساحه روحانيه في البيت بين الاسره وبين بعض، ايا كان شكل النشاط او ايا كان شكل الطريقه اللي هم هيعملوها مع بعض. المهم انه كل ما كان في جانب روحاني مع الزوجين وبعض ومع الاسره ككل، دي حاجه بتقوي الروابط الاسريه، بتقرب الزوجين لبعض، بتخليهم يبقوا عايزين يكملوا، بتخليهم يتجاوزوا عن مشاكل كتير جدا جدا، تفاهات صغيره الاتنين يقدروا يعدوها لما يركزوا على الجانب الروحاني مع بعض. مهم قوي جزء الجانب الروحاني.